الإسلامية والإسلام انتشار في القدس الدائمية. أنا باجي من المنصة مخصوص عشان القدس. القدس يمكن هو مش في مجالي قوي، بس أنا صراحة بستفيد منه كتير. ويمكن أنا مش هدخل الامتحان عشان هو محتاج عدد ساعات معينة من الشغل في المشاريع، بس إن شاء الله هحاول أطبق ده في الحياة العملية بتاعتي.